صباح الخير ويعطيكم العافية. صباح النور. الله يعافيك دكتور. طبعا تتذكروا الكويز القادم امتى؟ 17 شهر يوم 3 الساعة 6. الحصة السابقة كنا نتكلم عن كلوجر ايرور اللي هو خطأ الإغلاق. بس تذكير سريع، قلنا انه لو بلشنا من بنش مارك 1 عندي نقطة واحد، لو كانت بنش مارك 1 أمام الجامعة نقطة واحد على رأس الجبل، نصبنا الجهاز بجوز 3-4 مرات ودلتا اتش الكلية بين بنش مارك 1 والنقطة واحد طلع دلتا اتش 1، فارتفاع النقطة رقم واحد بيساوي ارتفاع البنش مارك 1 زائد دلتا اتش 1. الآن النقطة أعتذر عندي تشحيطة شوية في حلقي. الآن النقطة 2 قد تكون في الجنيد جزء بعيد عن النقطة 1 كيلومتر، نصبنا الجهاز N2 من المرات ودلتا H الكلية بين 1 و 2 طلعت دلتا H2، فارتفاع النقطة 2 اللي هو H2 بساوي H1 زائد دلتا H2. نفس الشيء 3 ارتفاعها بساوي ارتفاع 2 زائد دلتا اتش 3، نصبنا الجهاز ان 3 من المرات وان 4 من المرات، سكرنا على البنش مارك 2 كان عندي دلتا اتش 4، وارتفاع البنش مارك 2 اللي من شغلي انا بساوي ارتفاع النقطه 3 زائد دلتا اتش 4، وصار للبنش مارك 2 ارتفاعين، ارتفاع من شغلي وارتفاع من ذات المساحه. الان الفرق بينهم اللي هو بنسميه ايرور، ايرور بساوي الاتش كومبيوتد من شغلي ناقص الاتش نون من دائرة المساحة. هذا الخطأ إذا كان أكبر من المسموح فيه يعاد العمل، يعاد الشغل. قديش المسموح فيه هلا بناخذه كمان شوي. أما إذا كان ضمن المسموح فيه فبدنا نكون بعملية تعديل. اللي عند هنا وصلنا وقلنا لكم الحصة الجاي بنشوف كيف بدنا نعدل الخطأ. الآن اسمعوني يا شباب، لو أجوا ثلاثة اشتركوا في شركة، واحد منهم دفع 200 دينار، واحد دفع 300 دينار، واحد دفع 500 دينار، قديش رأس المال؟ مجموعهم دكتور اللي هو واحد دفع 200، واحد 300، واحد 500، 1000 دينار. 1000 دكتور، 1000 1000 دينار. الآن افرض انه عملوا 100 دينار أرباح في نهاية السنة، هل توزع الأرباح بالتساوي يعني نقسم على ثلاثة؟ لا دكتور، لأنه نسبة حسب النسبة، كل واحد حسب مساهمته. فالأول ساهم 200 دينار من الألف، فحصته 200 على 1000 من المية بيطلع له 20 دينار. الثاني ساهم 300 بيطلع له 300 دينار، الثالث ساهم 500 بيطلع له 50 دينار، 20 دينار زائد 30 دينار زائد 50 دينار، هذا هو المربح اللي هو 100 دينار. واحنا هذا الكوركشن يا شباب لما بدنا نوزعه، طبعا الكوركشن هذا او خلينا نقول الايرور في الاول، ايرور اجى بسبب ايش؟ بسبب في عندي خطا في دلتا اتش 1. في عندي خطا في دلتا اتش 1 وفي عندي خطا في دلتا اتش 2، لانه هاي الشغلات اللي انا قستها، وفي عندي خطأ في دلتا اتش 3، وفي عندي خطأ في دلتا اتش 4. هاي الأخطاء كلياتها ساهمت بإيجاد هذا الخطأ. الآن هذا الخطأ بده كوركشن، كوركشن بيساوي خطأ مقداراً يعاكسه بالإشارة، إذن هذا هو الكوركشن. تمام، هذا الكوركشن بده وزعه على مين؟ بده وزعه على هاي، على هاي، وعلى هاي، وعلى هاي، هم دول اللي فيهم الخطأ. صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح دكتور. صحيح دكتور. كويس. الآن قديش أعطيه دلتا اتش 1؟ هل بعطي دلتا اتش 1 كدلتا اتش 2 كدلتا اتش 3 كدلتا اتش 4؟ لا. لا، كل واحد حسب مساهمتهم. حسب قديش ساهموا في هذا الخطأ، بالضبط زي قضية رأس المال. الآن كل واحد منهم ساهمت بمقدار عدد المرات اللي انتصب فيها الجهاز.
أنا عندي N1 إذا نصبت الجهاز ثلاث مرات، وهنا عندي N2 لنفرض نصبت الجهاز أربع مرات، مين اللي ساهم في الخطأ أكثر؟ نصبان الجهاز أربع مرات ولا نصبانه ثلاث مرات؟ أربع مرات لأنه في الثلاث مرات كل مرة بتأخذ back side for side back side for side back side for side، بينما أربع مرات back side for side back side for side back side for side back side for side. إذن هنا كان عندي ست قراءات وهنا كان عندي ثمان قراءات، أربعة باك سايز أربعة فور سايز، هنا ثلاثة باك سايز ثلاثة فور سايز، فواضح إنه لما أنا بدي أوزع هذا الكوريكشن بدي أوزعه بنسبة رأس المال زي ما حكينا بالنسبة للشركة، ورأس المال عندي هنا هو إيش؟ هو عدد مرات نصبنا فيها الجهاز، فهنا عندي ست قراءات وهنا عندي ثمان قراءات. الآن ستة إلى ثمانية هي نفسها نسبتها ثلاثة إلى أربعة، فيعني لو كان عندي أنا الإي لفظ بس بدي أوزعه على دلتا إتش ون دلتا إتش تو، والإي كانت عندي سبعة، بعطي أو الكوريكشن عندي سبعة مثلا، بعطي ثلاثة للدلتا إتش ون وبعطي أربعة للدلتا إتش تو. استوعبتوها ولا لا؟ يا دكتور. الآن خلينا نجمل بشكل مفصل أكثر. خلينا نشوف، نرجع نحسب حصة كل فرد من الشركاء الثلاثة. إحنا كنا كان عندنا رأس المال والشيء الأول شارك ب 200، الثاني شارك 300، الثالث شارك 500. رأس المال كان 1000. فالأول شو أخذ؟ أخذ 200. طبعا المربح في آخر السنة كان 100 دينار. هل 100 دينار ما جينا نوزعهم؟ جينا أعطينا الأول 200 على 1000 من المية. 200 على 1000 من المية طلع له 20 دينار. 200 هي مساهمته على المجموع الكلي، مجموع المساهمات الكلي. طب ما هو هذا نفس الشيء، طلع هذه الدلتا اتش 1 لما انا ابدا اصلحها بعطيها كوركشن مقداره ان 1 راس المال الكلي هو ان 1 زائد ان 2 زائد ان 3 زائد ان 4 عدد المرات الكليه نصبت فيها الجهاز من بنش مارك 1 لبنش مارك 2. دلتا اتش 1 ساهمت بان 1، اذا بيطلع لها ان 1 على مجموع الان اي في المرابح، المرابح اللي هو الكوركشن اللي هو الناقصي. استوعبتوها؟ لا دكتور مفهوم. تبع معي خطوه خطوه. اذا الان دلتا اتش 1 كوركتد بتساوي دلتا اتش 1 السابقه، او خلينا نرجع لهذا ابو ال 200 دينار اجا 20 دينار مرابح، قديش صار راس ماله؟ 220. طيب هاي الدلتا اتش 1 المساهمة الأولى هذه، هلا جاها مرابح مقدارها ان 1 على مجموع الان اي في الناقص اي اللي هو الكوركشن، فالدلتا اتش 1 كوركتد الآن زي رأس المال الجديد بيساوي دلتا اتش 1 السابقة زي ال 200 السابقة زائد اجا 20 هناك، هنا اجا ان 1 على مجموع الان اي في الناقص اي، فهي الدلتا اتش 1 كوركتد. الآن H1 اللي كنا حاسبينها سابقاً شو كانت بتساوي؟ كانت بتساوي ارتفاع البنش مارك 1 زائد دلتا H1 السابقة، بس هلأ جاها كوركشن، فإذا H1 كوركتد الآن بتساوي H بنش مارك 1 تبع معي زائد دلتا H1 كوركتد، دلتا H1 كوركتد بتساوي دلتا H1 السابقة زائد هذا الكوركشن. واضح ولا مش واضح؟ واضح دكتور. مين مش فاهم حتى الآن؟ طب هذول الكوركشنز خلينا نسميهم C1 C2 C3 C4
هنا الكوريكشن هذا بدي اسميه سي 1. نختار لون ثاني، خلينا نسميه سي 1. إذن C1 بيساوي هالقد. في البداية كانت، تذكر معي، H2 بتساوي H لبنش مارك 1 زائد DH1، خلينا نسميها لأنه ما عنديش أي DH1. هذا في البداية. الآن عندي DH1 corrected، corrected بتساوي DH1 مش H2 صح؟ زائد C1. كيف؟ بحكي هذه H1 مش H2 اللي في أول سطر. آه بعتذر، صح. مشكلة إنه هذا الإديتور ما فيش فيه نعيدة. للأسف الشديد هذا، لأن أخذت هذه واحد عشان هيك كتبت هاي اثنين. أوكي، بس أشكرك. H1 بتساوي H benchmark 1 زائد DH1 و دي اتش 1 كوركتد، خلص نعملها هيك، بتساوي دي اتش 1 السابق زائد سي 1 حيث هي وين سي 1. الان اتش 1 المعدلة corrected شو بدها تساوي؟ بدها تساوي H benchmark 1 زائد DH1 H1 corrected زائد DH1 corrected، صح؟ صحيح. اوكي، ويساوي ويساوي H underscore pitch benchmark 1 زائد، طيب الـ DH1 corrected، خلينا نعوض هذا الجزء اللي هنا اللي هو DH1 زائد C1، صح؟ آه معتذر، شايفين انت ولا لا؟ لانه غطت عليها الاشاره السوداء هذه. اه دكتور مبين. لا واضح. طيب الان ال H benchmark 1 زائد دي H1 هي دي H1 السابقه، دي H1 هي H1 السابقه هي اللي هنا، صح؟ فمعناته ال H1 corrected بتساوي ال H1 السابقه زائد هذا المقدار. زائد هذا المقدار. مش راضي بلاش. الان اذا بدك تصلح ال H1 مباشره بس بتجمع لها الكوركشن اللي اجى للجزء هذا اللي هو هذا، وهذا بيناه من المعادله من هنا. واضح؟ واضح دكتور. طيب الان خلينا نشوف ال H2 corrected. ال H2 السابقه، انتبه، اول شيء الدلتا H2 شو اجاها كوركشن؟ اجاها كوركشن N2 على مجموع الـ NI زي هذه، N1 على مجموع الـ NI في الناقصية، هذه بتجيها N2 على مجموع الـ NI في الناقصية، وهي الثالثة بتجيها N3 على مجموع الـ NI في الناقصية، وهي الرابعة بتجيها N4 على مجموع الـ NI في الناقصية. الآن لو تجمع الكوركشنز كلها بيطلع عندك N1، ما هو هذا المقام نفسه والناقص اي نفسه، طلع عندك ان 1 زائد ان 2 زائد ان 1 زائد ان 2 زائد ان 3 زائد ان 4 على مجموع الان اي
يعني مجموع الان اي على مجموع الان اي في الناقص اي بيطلع عندنا ناقص اي اللي هو الكوركشن الكلي، بيكون هيك وزعنا الكوركشن الكلي. خلينا نشوف بس النقطة 2 شو بصير فيها هلا. هلا اسمعني بالكلمات لأنه الطباعة عندي مش سهلة، عند الإديتور مش مجهز يعني للزوم كافي إنه يتعامل مع رموز. كتبت اللي أنا بقدر عليه. انتبه علي. ارتفاع النقطة 2 سابقاً يساوي ارتفاع النقطة 1 سابقاً قبل التعديل زائد دلتا اتش 2. ارتفاع النقطة هي بيساوي ارتفاع النقطة هي زائد دلتا اتش 2. الآن أنا بدي ارتفاع النقطة 2 المعدل. مفروض ارتفاع النقطة 2 المعدل بيساوي ارتفاع النقطة 1 المعدل اللي هو هي وينه اتش 1 سي زائد دلتا اتش 2 المعدلة. مفهومة هي ولا مش مفهومة؟ اه مفهومة دكتور. طيب دلتا اتش 1 او اتش 1 المعدلة اجاها ان 1 على مجموع الان اي في الناقص اي. الان بدنا نجمع لها زائد دلتا اتش 2 المعدلة، دلتا اتش 2 المعدلة بده يجيها ان 2 على مجموع الان اي في الناقص اي. فمعناته اتش 2 الجديدة شو بتفرق المعدلة؟ شو بتفرق عن الاتش 2 السابقة قبل التعديل؟ مجموع لها تو كوركشنز هي سي 1 وسي 2 100% بتفرق في التو كوركشنز. فإذا بدك تعدل الاتش 2 مباشرة تاخذ الاتش 2 السابقة بتجمع لها الكوركشن هذا زائد الكوركشن هذا اللي هي ان 1 زائد ان 2 على مجموع الان اي في الناقص اي. النقطة 3 إذا بدك تعدلها بتجمع لها ان 1 تجمع لها الكوركشن تبع هذا السكشن تبع هذا السكشن تبع هذا السكشن طلع لها ان 1 زائد ان 2 زائد ان 3 على مجموع الان اي في الناقص اي. دلت البنش مارك 2 الارتفاع المحسوب لها اللي هو الاتش سي إذا بدك تعدله تجمع له مجموع الكوركشنز الأربعة اللي هما N1 زائد N2 زائد N3 زائد N4 على مجموع الـ NI. ما هو N1 زائد N2 زائد N3 زائد N4 اللي هو مجموع الـ NI على مجموع الـ NI في الناقص E. فبتكون أنت جمعت له كوركشن كلي مقداره ناقص E فبصير عند الارتفاع المعدل للبنش مارك 2 والارتفاع المعلوم ذات المساحة هما نفسهم. بنكون هيك عملت تعديل لكل الارتفاع. مين مش فاهم يا شباب؟ في حد مش فاهم يا شباب؟ دكتور في سؤال مثله أرقام. في آخر سؤال هو سؤال 14. الآن سؤال 14 في ممكن تحله بطريقتين. أي سؤال ممكن تحله بطريقتين. حتى هذا ممكن تحله بطريقتين. الطريقة الأولى إنك تعدل دلتا H1 هذه وتعدل دلتا H2 هذه وتعدل دلتا H3 وتعدل دلتا H4 بعدين ترجع تقول H1 المعدلة بتساوي ارتفاع البنش مارك 1 زائد دلتا H1 المعدلة H2 المعدلة بتساوي ارتفاع H1 ارتفاع ال1 المعدلة زائد دلتا H2 المعدلة H3 المعدلة بتساوي H2 المعدلة زائد دلتا H3 المعدلة. وهلما جرب ممكن تشتغل بالطريقة هذه أو تراكميا تيجي لأي ارتفاع. يعني تعال لثلاثة الارتفاع المعدل بيساوي الارتفاع السابق اللي حسبته قبل التعديل. مش في البداية احنا بلشنا شغل كلنا H1 بيساوي ارتفاع بنش مارك 1 زائد دلتا H1 H2 بيساوي H1 زائد دلتا H2 هدول قبل التعديل. الآن هدول بدنا نعدلهم. فH3 المعدلة ممكن تعدلها تراكميا بأنك تطلع لعندها قبلها شو في N1 زائد N2 زائد N3 على مجموع NI أيها وين في الكوركشن الكلي بتجمعه للارتفاع السابق بيطلع عندك الارتفاع المعدل. واضح شباب؟ ان شاء الله. يعني اكثر بس سؤال نعم. بس عيد كيف بدي احسب ارتفاع اتش 3 لحالها من بس هي مباشره مش تراكم يعني مش المعدل ولا السابق؟ لا المعدل. المعدل اه يساوي السابق زائد هذا المقدار. اه تمام اوكي. اي ارتفاع معدل بيساوي السابق زائد هذا المقدار.
شو هذا المقدار؟ مجموع نصبات الجهاز لعند النقطة على المجموع الكلي، يعني تطلع النقطة 30 مجموع النصبات السابقة هي N1 زائد N2 زائد N3 أوكي؟ على الكلي في الكوركشن الكلي وبتجمعوا الارتفاع السابق. يعني هسه لو بدي أعدل اثنين قديش قبلها نصبنا الجهاز؟ N1 زائد N2. طيب قديش عدد المرات الكلي نصبت في الجهاز؟ N1 زائد N2 زائد N3 زائد N4. فبتقسم N1 زائد N2 على المجموع الكلي في الكوركشن هذا الكلي، بيطلع قديش بدها تطلع حصة الارتفاع رقم 2. تمام واضح دكتور. يعني هلا انت بامكانك تحط ارقام عندك اي ارقام وتشتغل عليها. مفهوم يا شباب؟ تمام دكتور اسلم. دكتور بنجمع على المش يعني المعدل صح؟ عشان نختصر الموضوع لنفرض هنا ان 1 شايف انا عندكم اشاره استفهام تساوي 30، نفرض N2 تساوي 50، لنفرض N3 تساوي 7 وN4 بتساوي 4. الآن C1 بعد ما حسبناها نظرة طلعت بتساوي plus 0.05 meters، طلع عندي خطأ 5 سنتي بالموجب، طلع لا عفوا الخطأ طلع سالب 5 سنتي، فالكوركشن سالب السالب بيطلع 5 سنتي بالموجب. الآن H3 سابقا بتساوي 512.77 متر. الآن H3 corrected شو بدها تساوي؟ H خلينا حطها في محل حطها دكتور لي 3 و5 و7 على مجموع كل H3 corrected ثلاثة زائد 5 زائد 7 3 زائد 5 زائد 7 على المجموع الكل الهم ثلاثة أربعة ثلاثة زائد خمسة زائد سبعة زائد أربعة مضروبة بالكوركشن معي شوي ما هو بدنا نزيد الدلالة شوي أيها على أوكي مضروبة في إيش؟ الكوركشن اللي هو 0.05 مضروبة في اللي هي 0.05 أوكي زائد الارتفاع السابق اللي هو قلنا عنه قديش 512.77. إذن هذا ال H3 السابق جمعنا له الكوركشن اللي بيطلع له اللي هو 3 زائد 5 زائد 7 على المجموع الكلي اللي هو 3 زائد 5 زائد 7 زائد 4 من ال 0. يعني بيطلع 3 و 5 8 و 7 15 بيطلع له 15 على 19 من ال 5 سنتي وبنجمعهم للارتفاع السابق. استوعبتوها يا شباب؟ اه دكتور. بتهيالي بعد هيك ما ظل لكم السؤال لا لا واضح خلاص.
هلا واضحة بشكل كامل. مين اللي كان يسأل غير أنا؟ معي بس عبد الرحيم اللي عماله بحكي. مين كان يسأل ومش فاهم ولساته مش فاهم؟ إذن التعديل ممكن تعمله تراكميا وتريح راسك. واضح شباب؟ تمام دكتور. تمام دكتور. أوكي. يعني ممكن تتوقع لك شغلة زي هيك في المالتيبل تشويس. طب دكتور انت حكيت في حل ثاني، شو الحل الثاني اللي ممكن نحله؟ الحل الثاني انك تيجي دلتا اتش 1 تعطيها قديش بيجيها كوركشن، بيطلع لها هذه قديش الارقام اللي كنا صرنا ماسحينهم يعني. هلا جيت تسال تعطيها هذه ان 1 على ان 1 قديش كانت؟ 3 احنا كنا ولا 4؟ 3 دكتور. ان 1 3 تعطيها 3 على 19 من ال 5 سنتي. وهي قديش كانت؟ هاي 5. تعطيها 5 على 19 من ال 5 سنتي. يعني بتعدل الدلتا اتش 1، بتقول دلتا اتش 1 المعدل بيساوي دلتا اتش 1 السابقة زائد قديش اجاها. أقول لك هذا سؤالك الثاني هو الطريقة اللي أنا حللكم فيها سؤال 14 على الموديل. اطلع عليه ماشي؟ نفس الأسلوب. تمام دكتور ماشي. سؤال 14 انا حالكم اياه بالطريقه الثانيه، بس بفضل تحلوا بالطريقه الاولى اللي شرحتها قبل شوي. الان قديش مسموح لنا نخطئ؟ classes and accuracy of labeling. الخطا المسموح فيه بيتبع نوع الليفلينج اللي احنا بنكون فيه. والليفلينج من حيث الدقه يا شباب نوعين، في عندنا precise labeling وordinary labeling. الميزانيه الدقيقه والميزانيه العاديه. ايش هي الميزانية الدقيقة وايش هي الميزانية العادية؟ بعض المشاريع الهندسية تتطلب دقة عالية جدا جدا جدا، قد يكون الخطأ ضمن الرينج المليمتر، بينما الميزانية العادية لو كان الرينج ضمن السنتيمترات ما في مشكلة. الآن لو كنت أنا بدي أعمل بنش ماركس يستخدمها المساحون أو المساحين لاحقا، المساحون فاعل ولا لا؟ نستخدمها المساحون. مظبوط. لا مساحين، المساحين. ليش؟ الواو دكتور لانه فاعل. مفعول به طلعت يستخدمها المساحين. المساحون. المساحون دكتور الها اللي مفعول به. فاعل شمالا. صح. ضيع اللغة العربية كمان يعني. اوكي شو مشكلة. الان إذا أنا بدي أعمل بنشماركس عشان المساحين ولا المساحون مشي لكم إياها، بالعامية بنقول المساحين بس هي لغوية المساحون، استخدموها لاحقا، هذه راح تكون دقتها عالية جدا ولا ممكن نمشي أي دقة؟ لا لازم تكون عالية جدا لأنها ركيزة. إذا بدها حرص أكثر هذه. كمان في عندنا مشاريع هندسية تتطلب دقة عالية جدا يا شباب، يعني بس من أجل المثال مرة اشتغلت أنا شغل في منطقة دورة الخليل، في حدا هنا من دورة؟ مرة كان مطلوب مني أعمل قاعدة لبرج خرسانية 10 متر ب 10 متر بعمق مترين، يعني 200 كوب بطون ندار فيها، وهاي القاعدة الإسمنتية طلع منها 3 قواعد كل قاعدة فيها 4 براغي عشان بيجيبوا البرج جاهز. طبعا البراغي بيجي قاعدة البرج فيها الفتحات للصواميل، بس عليك تحط في البراغي وتثبت صواميل. فعشان البرج يكون عمودي لازم يكون الارتفاعات للقواعد للبراغي كلياتها أفقية. أعطوني مجال الخطأ 1 مليمتر، بس 1 مليمتر. هذا كان شغل تحدي. ففي عندنا مشاريع هندسية تطلب دقة عالية جدا. كيف نحقق الدقة العالية جدا هذه؟ أول شيء بدك جهاز معاير، تأكد إنه معاير ذو قوة تكبير عالية، يجيب لك الشعر عن بعد كيلومترات. بدك تستخدم مسطرة خاصة فيها بلت إن بابل، منها فيها مدرجة اللي تعطيك المليمترات وممكن أجزاء المليمترات.
بدك تخلي مسافة الباك سايد تساوي مسافة الفور سايد، لا تخلي المسافة أكثر من 100 متر بين الجهاز والمسطرة. الطريقة هاي تحصل على الدقة اللي بدك إياها. الأوردينال ليفلينج هو اللي اشتغلته أنت في المختبر، عملته مقطع طولي ولا لا؟ عملنا. دكتور عملنا. هلا في المقطع الطولي رسمته ولا لسه؟ رسمناه دكتور. طيب لما عملتوا المقطع الطولي، لو انك اخطأت في ارتفاع نقطة سنتي ولا 2 سنتي ولا 3 سنتي وكان الشارع عندك طالع لفوق، لو اخطأت في نقطة 2 ولا 3 سنتي، هل بتغير الشارع بدل ما يطلع لفوق يصير ينزل لتحت؟ لا لا، مش كثير معنا. لو واحد عنده قطعة أرض بجانب شارع وقال لك أعطيني معدل ارتفاع قطعتي عن الشارع، يعني لو قلت له 5 متر و20 ولا 5 متر و15 تفرق كثير معه؟ لا، هذا هو الأوردينري ليبلينج. يعني في مجال نسمح بهامش خطأ صغير، دير بالك كل ما كانت الدقة المطلوبة عالية كل ما كان هذا بده شغل أكثر ومكلف أكثر ولا لا؟ مظبوط، لأنه الأدوات تستخدمها بتيجي أغلى وكمان بده حرص ووقت أكثر في العمل في الميدان. مظبوط. الآن الخطأ المسموح فيه يعبر عنه في المعادلة هي إيرو بيساوي ناقص أو زائد كي جذر دي، حيث دي هي المسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية بالكيلومتر. يعني هنا مثلا أنا بديتها سكرتها، فالمسافة تبعتي هي المسار هذا اللي أنا مشيته كله من بنش مارك 1 لبنش مارك 2 بالكيلو، هذا اللي بنعوضه بالمعادلة. وكي عبارة عن كونستانت، بدنا نلغي هذه الأرقام بس تعاملوا لي مع الماكسيمم فاليوز. الكي بدنا ناخذ 5 مليمتر في البريسايز و30 مليمتر في الأوردينري. فالآن لو كان في عندي هنا بنش مارك وهاي البنش مارك الثاني، إذا هنا بنش مارك وهنا بنش مارك، هاي بنش مارك 1 وهنا بنش مارك 2، ولنفرض انه المسافه بينهم دي كانت بتساوي 4 كيلومتر، فالايرور المسموح الخطأ المسموح ايرور المسموح يساوي ناقص أو زائد، نكتبها بالشكل هذا، 5 جذر 4 ويساوي ناقص أو زائد، هلا بكتب الجذر 10 مليمتر في حالة البريسايز ويساوي ناقص أو زائد 30 جذر 4. لا للأسف، ويساوي ناقص أو زائد 60 مليمتر في حالة الأوردينري. الجذر إذا لو كانت المسافة بين بنش مارك 1 بنش مارك 2 4 كيلومتر، فيطبق المعادلة هذه، فالإيرور لما أنت بتحسب ارتفاع البنش مارك 2 بعدين بتقول ارتفاع المحسوب ناقص المعلوم بيساوي الإيرور، هذا الإيرور المسموح فيه بيساوي في حالة البريسايز ناقص أو زائد 5 جذر 4، جذر 4 ل 2، 2 في 5 10، بيطلع لنا معك مجال تخطئ سنتي واحد في الأربعة كيلو سنتي واحد، بينما في الأوردينال ليفلينج معك مجال تخطئ
6 سم. لو كانت المسافة 1 كيلومتر قديش مسموح لنا نخطئ في حالة البريسايز في هاي الحالة؟ 5 مليمتر. وفي حالة الأوردينري 30 مليمتر. طب لو كانت المسافة 2 كيلومتر؟ 5 جذر 2 و 30 جذر 2. بالضبط، انتبه. طب لو كانت 500 متر؟ 5 جذر النص و 300 أيوة. جذر النص. بالضبط، انتبهوا للشغلة هاي. شو راح تحط جذر 500 جذر النص، الدي تعوض بالكيلو، والكي هذه هي قيمته في البريسايز وهذه هي قيمته في الاوردينري. في حد مش فاهم يا شباب؟ دكتور ممكن السؤال يعطينا مثلا يغير لنا الكي، انك تعطينا مثلا لا لا هذا الكي ثابت، كيف بدنا نغيره؟ مو ثابت، اسمه كونستنت، اسمه كونستنت بدك تحفظه. طبعا لانه امتحان اوبن بوك عندك فانت مش رح تحفظه، بس احفظه كمعلومات عامه. بكره انت بتكون متواجد في مكان في الميدان، بدكش تقول والله استنى تمني ارجع للكتاب، يعني في بعض الامور كويس انها تتذكرها وتحفظها. دكتور نعم. طيب هون اللي هو اللي هون هذا اقصى حد مسموح فيه للخطا، طيب اي خطا ناتج عن ايش بالضبط؟ عن مجموع الاخطاء كلياتها ولا في شيء محدد؟ ما هذا الخطا ناتج سببه، خليك مال شوي. وهذا الخطأ انت الجواب تقدر تجاوب على فكره من حالك على السؤال هذا، بس مش عمالكم تربطوا الامور ببعضها البعض. طلع لي احنا هنا سيستماتيك ايرورز المفروض تكون شلناها صح؟ مالك؟ دكتور عيد مرة ثانية، علق الصوت شوي. سيستماتيك ايرورز المفروض مش موجودة، شلناها صح؟ صحيح. وبلاندرز المفروض مش موجودة. بالضبط. إذا شو أنواع الأخطاء اللي بقيت؟ راندوم. راندوم. فهاي فيها راندوم، وهاي فيها راندوم، وهاي فيها راندوم، وهاي فيها راندوم. كلهم مع بعض ساهموا بهالخطا هذا. هلا تمام. قديش الماكسيمم الالاود؟ هذا. اذا الخطا طلع اكثر من هذا الماكسيمم بنعيد الشغل. اذا الخطا طلع ضمن الماكسيمم بنعمل كوريكشن زي ما تعلمنا قبل شوي. واضح؟ واضح، وصلت. اوكي. الآن بعض التطبيقات على الليفلينج. أول تطبيق أخذته أنتم اللي هو المقطع الطولي. نرجع للوراء شوي إلى الرسمة هاي اللي بدينا فيها. فاكرين هالرسمة هذه؟ ذاكرينها ولا مش ذاكرينها؟ طب هذا الخط، هذا الخط اللي ماشي عليه بالماوس أنا، شو بيمثل هذا الخط؟ على الواقع، الأرض الواقع، سطح الأرض، مقطع طولي. مش أخذت المقطع الطولي؟ صحيح. هي كأنك أنت شرطت الأرض على طولها، وبعدين اطلعت على الفاصل بين اليابسي، هاي اليابسي، وبين الهواء، هاي الهواء. هذا الفاصل اللي هو زي ما انتم قلتوا سطح الارض على طولها. هذا لو تخيلناه مرسوم على محورين، بيكون هذا هو الديستانس، وبيكون هذا هو الارتفاع. ديستانس ارتفاع، ديستانس ارتفاع، ديستانس ارتفاع. طب انتم لما رسمتوا المقطع الطولي مش رسمتوه ديستانس ارتفاع؟ مظبوط. فهذا مقطع طولي، يعني احنا اخذنا المقطع الطولي من البدايات بس بدون ما نسميه مقطع طولي. فالمقطع الطولي يرسم ديستانس على الافقي وارتفاع على العمودي. طبعا بعض الشغلات اخذتوها فانا بديش اكررها، لان هذا
هذا هو محور distance. وهذا هو الارتفاع. فهان كانت النقطة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة. الجراوند إليفيشن، المسافات طبعا 20 متر كانت، 0، 20، 40، 60، 80، 100، 120. الجراوند إليفيشن هذا اوكي، الجراوند إليفيشن هذا اي وينه؟ هذا المنسوب اللي احنا حصلنا عليه من عملية الليفلينج، اي وينه؟ هذا هذا هو ارتفاع النقاط من الليفلينج. حطينا النقاط ووصلنا بينها، طبعا ليش وصلنا بخطوط مستقيمة؟ أكيد حكوا لكم إياها الشباب بالعملية. ليش وصلنا بين النقطة والنقطة بخط مستقيم؟ لانه انا ما بعرف شو في بين كل نقطه ونقطه، انا بس اخذت اللي هي الارتفاع كل نقطه لحالها 100%. انا اخذت من 0 ل 20 ل 40، من 0 لل 20 ما عنديش معلومات، فانا ما عندي معلومات تؤكد الارض كانت نازله هيك ولا الارض كانت طالعه هيك، صح؟ صحيح. فخير الامور اوسطها اوسطها، فبنوصل بخط مستقيم. طيب للأفق اخترنا مقياس رسم 1 ل1000 وللعمود 1 ل100، ليش؟ لأن المسافة الأفقية كبيرة كثير. لأنه أنا ممكن أمشي كيلو متر بالأفقي، بينما بالارتفاع بجوز ما أمشيش 10 متر، يعني بجوز ما فيش عندي تغيرات كثير في التضاريس. فلو بدي أرسمهم بنفس مقياس الرسم بتبينش النتوءات في التضاريس، بتبين كأنه خط مستقيم. فاهمين هاي الشغلة شباب ولا مش فاهمينها؟ هذا دكتور، في حد مش فاهمها؟ يعني مثلا السهل الساحلي، خذ السهل الساحلي على سبيل المثال. طب ما انت ممكن تمشي كيلو متر وبالعمود ما تتغير 10 متر. طب الكيلو متر لو بدنا نرسم مقياس رسم 1 ل1000، ل1000 متر بدهم متر ورق. طب بالارتفاع ما تغيرناش 10 متر، 10 متر بدهم سنتي، سنتي مش راح يبين النتوءات. بينما لو عملنا مقياس رسم 1 ل100 في العمودي فبصير النتوءات تبرز بشكل اوضح. استوعبتوا يا شباب؟ تمام. اوكي. الان احنا ليش عملنا المقطع الطولي؟ عملناه للفرجي ولا مشان يساعدنا في التصميم؟ عملنا عشان يساعدنا في التصميم. اوكي. الان لنفرض انه احنا قررنا نصمم شارع هنا. قررنا نصمم شارع، وهي الشارع تبعنا، هذا الشارع بدها تمشي عليه السيارات. ففي هاي المنطقة شو في عندي، قط ولا فيل؟ فيل. وهان قط. وهان فيل. وهان قط. وهان قط. طبعا بتاخذوا لاحقا كيف المعايير او المعايير اللي بتستخدموها في التصميم، يعني كيف تختار الخط هذا. نفرض انه انا بده يكون عندي شارع، انه مش راح اسمح للسياره تمشي على النتوءات هذه. اوكي، يعني بدنا نعمل سموت سيرفيس، فبنعمل بلدوزرات، الجرافات، هنا بتطم هنا بتحفر، هنا بتطم هنا بتحفر، بصير عندي سطح الشارع املس. طب قديش مقدار القط والفيل؟ يعني قديش عمق هنا في عندي فيل، قديش عمق الفيل؟ انا عندي قط، قديش عمق القط؟ فلازم نجيب المناسيب التصميميه. يعني انا هنا عندي منسوب الارض الطبيعيه، ايوه انا مثلا منسوب الارض الطبيعيه هي وين؟ انا هذا جبته من الليفلينج، هي وين منسوب التصميم؟ هي منين اجيبه؟ بقراه، مش انا رسمت الخط هذا، مش انا اللي اخترته، بيتقاطع مع الفيرتيكال اكسس وبسجل هاي المعلومه. ايوه موجود، هذا الديزاين اليفيشن. اذا ديزاين اليفيشن لاول نقطه بنجيبه بعد ما انت ترسم الخط، هي الخط تبعك وين بتقاطع هذا الخط مع الفيرتيكال اكسس اللي هو الارتفاع، بنسجل. واضح كيف جبنا اول ارتفاع؟ هذا دكتور. اوكي، طب هذا الخط اللي انت رسمته شو الميل تبعه؟ بكل بساطه
خد لك نقطتين على هذا الخط. خد مثلا هاي نقطة، هاي نقطة، خد لك نقطتين، هاي النقطتين، هاي النقطة، هاي النقطة، هاي نقطتين. شوف قديش المسافة الأفقية بينهم، هاي هي المسافة الأفقية، هاي هي دي. قديش فرق الارتفاع بينهم؟ هي هذا دلتا اتش. هو ميل الخط هو تاني الزاوية هذه، ويساوي المقابل على المجاور. فيقسم هذا على هذا بيطلع عندك الميل. لنفرض عندك طلع واحد على 100، شو معنى واحد على 100؟ يعني إذا أنا مشيت 100 بالأفقي بطلع بالعمود واحد، هي واحد على 100. وإذا كان طلع موجب فإحنا طالعين لفوق، وطلع سالب فإحنا نازلين لتحت. استوعبتوا الحكي هذا شباب؟ اه دكتور. خذ اي نقطتين جيب الميل. طيب مره ثانيه، احنا اللي اذا كان الميل 1 ل 100 موجب، معناته مشينا 100 بالافقي نطلع على فوق، 100 بالافقي بنطلع بالعمود قديش؟ واحد واحد. طب ان مشينا 20 قديش بنطلع بالعمودي؟ 20 سم 0.20 20 سم 20 سم. معناته طلع لي هاي النقطة، هاي ارتفاعها وين؟ هاي ارتفاع 97 87، هاي الديزاين. الآن امشي 20 متر، ايوه هاي مشينا 20 متر بالأفق، قديش بنطلع بالعمودي؟ هاي قديش بنطلعها؟ 20 سنتي صح؟ 20 يعني سنتي. هاي النقطة، هاي النقطة، هاي بدها ترتفع عن هاي النقطة 20 سنتي صح؟ صحيح. طيب هاي النقطة ارتفاعها 97 87، زيد 20 سنتي بصير عندك 98.07، فبيطلع عندك ارتفاع النقطة هذه. كمان تمشي كمان 20 متر بترتفع كمان 20 سنتي عن هاي، فهي ارتفاع 98.07 زائد 20 سنتي بصير 98.27، 98.47، 67، 87، 99.07. شفتوا كيف جبنا الديزاين اليفيشن؟ مفهوم يا شباب؟ دكتور عيدها على السريع. مين اللي حكى؟ انا بشار. علينا بشار، انت نفسك اللي طلبت مني عن طريقة توزيع الخطأ مش هيك؟ صح. شو رأيك تعطي انتباه اكثر لعنا؟ بعيد مش مشكلة. عرفت تجيب كيف جبنا الارتفاع الاول هذا؟ دكتور هنا. اوكي، وعرفت هاي النسبة والتناسب مش هيك؟ هون بلشت دكتور، مش عارف يعني كيف هو مش جبنا، كيف جبنا الميل احنا؟ ميل الخط اخذنا نقطتين، اوجدنا الدلتا اتش بينهم، واوجدنا الدي بينهم. دي دلتا اتش على دي بيعطيك الميل، المقابل على المجاور هو ميل اللي هو ثاني الزاويه هذه. فاذا طلع عندك هذه نص متر وهذه 50، نص على 50 واحد على 100. مزبوط؟ شو يعني واحد على 100؟ يعني إن مشيت 50 هيك بطلع نص، إن مشيت 100 بطلع واحد. هاي معنى الميل. مفهوم ولا مش مفهوم؟ هيك فهمت تمام. طب إن مشينا 100 بطلع واحد، إن مشيت، طب إن مشيت 20 متر بس قديش بطلع؟ نسبة تناسب 20 في 1 على 100، 20 سم. فهي النقطة ترتفع عن هاي النقطة 20 سم، هاي النقطة ارتفاعها معلوم 97 87، زد لها 20 سم بصير 98.07. مزبوط؟ خلص تمام دكتور. كمان 20 سم وكمان 20 سم وهذا المجال. الان صار عند كل نقطه معروف عندك الارتفاع التصميمي وارتفاع الارض الطبيعيه. اذا الارض الطبيعيه اعلى معناته في عندي قط، اذا التصميمي اعلى معناته في عندي فيل. فهلا هاي عندك قط وهي في عندك فيل، هنا بيطلع عندي 39 سم فيل، هنا 35 سم قط، هنا صفر. تساوي وهذا المجال. مفهوم يا شباب؟
اه دكتور واضح. كان بدي اعطيكم الكروس سكشنز، نقدر ناخذ لنا 5 7 دقائق ناخذ الكروس سكشنز عشان نوقف عند خطوط الكونتور. في حدا عنده محاضره هلا شباب الساعه 12؟ حدا عنده اي محاضره الساعه 12؟ واضح. لا دكتور شكله خلص. مش قطع صوتك، ما فهمتش. بقول لك لا لا دكتور، كل شك مو حداش فيه، خلص خذ راحتك دكتور. طيب خلينا نكمل لنا 5 دقائق كمان، لانه تاخرنا بسبب اسئلتكم وعيد لنا شغله فلانيه وشغله على كذا، فخلينا ناخذ الان. شباب طلع اولى على النقطه هذه، قديش مقدار القطا والفل عندها؟ صفر، فيش لا كت ولا فل. هل معناه انه في هاي النقطة في هاي المنطقة فيش قط ولا فل؟ يعني على بعد 40 متر من بداية المقطع الطولي هي، هل هاي المنطقة فيش فيها قط ولا فل؟ طب هو الخط هذا القطع، خط القطع اللي اخذناه عشان نعمل المقطع الطولي، يعني انتم لما كنتوا تعملوا شارع، شارع عرضه 10 متر، وين كنتوا تحطوا سطف وتاخذوا قراءات؟ تقريبا في نص الشارع. في الوسط صح؟ صحيح. طب هل يمين الشارع زي يساره؟ في الوسط صح، في فيش قط ولا فيل. طب بلكي على اليمين في قط او فيل. اه صحيح يمكن في. اذا انا ما بكفيني اخذ مقطع طولي، وانما بيلزمني كمان مقطع عرضي. يعني نفرض الشارع من فوق لتحت، لو عملنا له، لو عملنا عليه نظره من فوق لتحت، وهي الشارع نفرض هاي الشارع وهي السنتر لاين تبعه، هاي السنتر لاين تبعه، والشارع نفرض انه باتجاهين، هي رايح هيك وجاي. الان انت لما كنت تاخذ تعمل مقطع طولي، كنت تاخذ نقطة هنا وبعد 20 متر هان، وبعد 20 متر هان، وبعد 20 متر هان، معذرة يعني أنا مش طالعين زي بعض بس مش مشكلة. هيك كنت تعمل أنت صح؟ كنت تاخذ قراءات هانا. طب هان على اليمين وعلى اليسار، هان طلع عندي مثلا القطا والفل زيرو، بس هذا لا يعني على اليمين وعلى اليسار يكون زيرو. لو حطينا المسطرة وأخذنا قراءة هانا، واخذنا قراءة هنا كمان قراءة هنا، وبعدين على الشمال نفس الشيء اخذنا عدة قراءات، هذا بنسميه مقطع عرضي. نفس الشيء هنا ناخذ هنا ناخذ هنا ناخذ هنا ناخذ هنا ناخذ هنا، يعني لا يكفي انك تاخذ قراءات في الوسط، وانما اخذ لك 3 4 قراءات على اليمين 3 4 قراءات على اليسار. اذا كان الشارع عرضه 10 متر خذ لك على اليمين 6 7 متر وعلى الشمال 6 7 متر عشان نبين بعد حفت الشارع كمان الارض كيف تتغير. عشان اذا كان في عندي انحدار مثلا اوصي ببناء جدار استنادي او احط الريل هذا اللي بتشوفوه على الطرقات مشان لو السياره زحلقت تلقاها. فهنا ساعتها بيطلع عندي المقطع العرضي، والمقاطع العرضيه يا شباب 3 انواع. طبعا راح نفصلهم لاحقا بس اورجيكم اياهم على السريع. بيا عندكم شابتر 8؟ اه بيا. اه وهي هي المقاطع بشكل عام يا شباب. اي لما تعمل مقطع ارضي ممكن تكون الارض الطبيعيه هيك والشارع هيك، فهذا كلياته فيلم زي ما مرنا قبل شوي في المقطع الطولي، وهذا قط، وهذا ممكن يكون في النقاط. لو بدك تمرر شارع انت زي معظم شوارع نابلس على سفوح الجبال، تعمل قط على اليمين واللي طلع معك تحط على الشمال. معظمكم رحتوا على سما نابلس، سما نابلس هيك معمول قط، وهالمواد اللي طلعت معنا حطيناها على الشمال او حسب كيف اتجاهك انت في سما نابلس كيف جاي. فمن جهه عملنا قط ومن جهه عملنا فل، طلع عندي الشارع. فانا ممكن يطلع عندي هنا صفر، بس هذا لا يعني انه ما فيش قط على اليمين او على اليسار، او فيل على اليمين او على اليسار.
فلازم نعمل مقطع أرضي، وهذا هو المقطع الأرضي، هذا هو شكل الأرض في المقطع الأرضي. ولما بدي أصمم شارع، هاي هو الشارع. في هاي الحالة يعني كيف بيكون لفل لو كان عندك شارع هيك وشارع هيك والمنطقة بينهم واطية؟ إذا بدي أوصل الشارعين ببعض بضل نعمل فل 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 تمنهم يصيروا على ناس منسوب الشوارع. زي هاي الحالة قط، لو كان الشارع تبعي بده يخترق تلي بس بديش إياه يصعد لراس التلي ويصير ميله عالي، فأنا بعمل قط في التلي. وفي شوارع كتير في بلادنا بشكل ده، زي شارع تونس كان هيك، وانت جاي من طول كرم عند نادي المدينة، بدل ما تروح على دير شرف ضلك طالع في الطريق الدفاف اللي عملوه اليهود هذا، شوف كيف انه قاصص الجبل من الجهتين. وطبعا على طريق رام الله فيه باكثر من مكان الحكي هذا واضح، فهذا كلياته قط. ومعظم شوارعنا باسم النوع الثالث اللي هو بتكون الارض ما لي هي بالشكل هذا. هلا بدنا نعمل شارع، بنيجي بنعمل قط من اليمين، خلينا نسوي بنعمل هنا قط هيك اوكي، هذا قط وهذا فيل، وهي الشارع تبعي بيصير فجزء منه قط وجزء فيل. فمعظم الشوارع اللي بيصير على السفوه بيصير بالشكل هذا. استوعبتوا شو الكروس سكشن يا شباب؟ يعني كأن عمالنا بناخذ كروس سكشن هنا وكروس سكشن هنا على المقطع الطولي، وكروس سكشن هنا عفوا، وكروس سكشن هنا، وكروس سكشن هنا، وهل مجرى الان المقطع العرضي لانه اصلا هو مش عريض. يعني لو طلعنا على هذا، خذ على سبيل المثال المسافة من هان لهان، هاي المسافة اللي هي عرض الشارع وفرق الارتفاع قد يكونوا متساويات، ففيش داعي نغير مقاس الرسم. فبنخلي مقاس الرسم الأفق ومقاس الرسم العمودي نفس الشيء تقريبا، يعني ما بنغيره بدون كلمة تقريبا عفوا، نخليهم متساويات. مفهوم ايش هو المقطع العرضي يا شباب؟ اه دكتور واضح. طبعا كيف ترسمه؟ وانت ماشي على المقطع الطولي مثلا بتقيس مسافه على مسافه مترين على اليمين، تحط المسطره بتاخذ كره، صار عندك ارتفاع معروف. على مسافه 5 متر حط المسطره، على مسافه 7 متر ونفس الشيء على اليسار. فعندك المسافات على اليمين وعلى اليسار معروفه والارتفاعات معلومه، فصار بامكانك ترسم المقطع العرضي. في حد عنده اي سؤال شباب؟ اي استفسار؟ نكون هيك وصلنا لعند التطبيق الثالث اللي هو خطوط الكونتور، نبدأ بها الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك دكتور.